هناك تصل الكرة لزكريا درويش. آخر الفرص ومن آخر محاولات الفريق في هذا الشوط، الشوط الأول. نقترب من نهاية هذا الشوط، دقيقة واحدة فقط كوقت بدل ضائع. هل ستكون كافية لأحد الفريقين للوصول للمرمى؟ سنرى، سنتابع، سنشاهد ما الذي سيحدث. الحكم طلب مواصلة اللعب. اسماعيل بن قتيب يعود لباج انس ملهمي. كرة في وسط الملعب دائما لنادي الشباب المحمدية. في هذه الأثناء الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول واللقاء من اللقاء عفوا نهاية الشوط الأول من اللقاء بالتعادل 0-0 بين شباب المحمدية والفتح الرياضي هنا في ملعب البشير. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة.
مرحبا بكم حضرة السيدات والسادة المشاهدين لمتابعة الشوط الثاني من مباراة شباب المحمدية الفتح الرياضي هنا بملعب البشير. الشوط الثاني سينطلق بعد قليل. تابعنا الشوط الأول الذي كان قد انتهى بتعادل 0-0. لم يتمكن الفريق من التسجيل، لم يتمكن الفريق من الوصول للشباك. سنتابع ما الذي سيحدث في هذا الشوط وكيف سيتعامل كل فريق مع هذا الشوط. فتح الرياضي في الشوط الأول كان هو الأقرب للتسجيل، كان هو الأقرب للوصول للمرمى، خصوصا من خلال فرصة حميد أحداد التي كانت قد اصطدمت بالعارضة أو القائم. هنا تغيير، سيدخل أمين العزري. سيدخل أمين العزري بالقميص رقم 10. مغادرة عبد الصمد بدوي على ما يبدو. ومغادرة رضا العلوي هو الذي سيغادر بالقميص رقم 24 في الصورة. يوسف التريكي حكم الساحة. تغييرا اثنان، ليس تغيير واحد فقط. اذا دخول من العزري في هذه الاثناء، وسيدخل ايضا زهير الهاشمي بالقميص رقم 23 يغادر عبد الصمد بدوي. ينطلق الشوط الثاني وتنطلق معه فورداء بها الشوط الأول. أسامة سكحان العودة للوراء، تمريرة طويلة، البحث عن حميدة حداد، التدخل أسامة نور الدين، كرة تعود للمهدي البسل. يعيد الكرة لحارس المرمى أيمن ماجد، تمريرة ب دقة كبيرة من أيمن ماجد في وسط الملعب. مهدي الباسل أيوب نناح، العودة للوراء نناح مرة أخرى، العرضية فرصة، يتدخل أنس ملهمي. التدخل في الوقت المناسب من أنس ملهمي. أمين العزري كرة خرجت تماس. اللقطة الماضية كان البحث عن حميد حداد. أيوب نناح، كرة خارج الملعب تماس لفائدة ولمصلحة الشباب المحمدية. العودة لغاري، معاد غاري. هنا أيوب بلوشي، كرة خرجت تماس، تنفذ رمية التماس بسرعة الهوالي، يعيد الكرة لمن قطيب، بعد ذلك وصلت في وسط الملعب. دائما لعناصر نادي الشباب المحمدية. هنا محاولة التدخل من الدفاع. Thank you.
بلال ودغيري يعيد الكرة لحارس المرمى سفيان أو عفوا أيمن ماجد. أسامة سكحان كرة خرجت تماس أيوب بلوشي مازال ساقطا على الأرض رمية تماس كرة خرجت تجاوزت الخط أسامة سكحان تنفذ رمية التماس أيوب نناح التمرير من نناح زهير الهاشمي العرضية تدخل من أنس ملهمي إسماعيل بن قطيب محاولة التدخل تفتك الكرة تسترجع في وسط الملعب هنا التمرير محاولة كرة تصل بسلام لحارس المرمى سفيان برحو كان من الممكن أن يصل الكرة حميدة حداد كانت مجازفة في اللقطة الماضية كان من الممكن أن تصل الكرة لحداد وكانت ستصل في أفضل الظروف هنا من لمس الفرصة لفائدة لمصلحة الفتح الرياضي قد ينجحون بعيد كل البعد التمريرة التي بحث من خلالها عن نناح إبعاد الكرة من أسامة نور الدين الكرة خرجت ركنية اللقطة الماضية أمين لمسن تمريرة بعيدة من الصعب أن يصل للكرة أيوب نناح ركنية أمين العزري هو الذي يتولى مهمة التنفيذ تدخل من الدفاع أسامة سكحان خروج حارس المرمى سفيان برحو متر 90 سنتيمتر حارس يمتلك قامة طويلة أيوب نناح التسديد تسديد بعيد كل البعد من أيوب نناح ركلة مرمى لسفيان برحو سفيان برحو كما ذكرت متر 90 سنتيمتر حارس بقامة طويلة حارس السابق للدفاع الحسني الجديد يلعب لسنوات هناك في مدينة الجديدة وكانت لديه أيضا تجربة سابقا بقميص الكوكب الرياضي المراكشي كرة في وسط الملعب زكريا درويش أسامة نور الدين العودة للوراء دائما لعناصر نادي شباب المحمدية زكريا درويش في الجهة اليسرى كرة خرجت تجاوزت الخط الكرة تفتك أحمد الهواري يمرر يبحث عن زكريا درويش الكرة خرجت ركنية لفائدة لمصلحة نادي شباب المحمدية تعليمات متواصلة يبدو بأنه غير راضي جمال السلامي على ما حدث وعلى ما يحدث في هذا اللقاء ينتظر المزيد من عناصره من لاعبيه يحتاج الفوز يحتاج النقاط الثلاث التي يحتاج أيضا نادي شباب المحمدية الذي يلعب اليوم على أرضه هنا في ملعب البشير
ركلة مرمى لأيمن مجيد. تنفذ ركلة المرمى. مهدي الباسل، أمين العزري. كرة ضاعت عادت لنادي شباب المحمدية. كرة خرجت تماس. أيوب بلوشي. يترك مهمة تنفيذ رمية التماس لمعاد قاري. أيوب بلوشي. ركلة مرمى للفتح الرياضي. التدخل من أيوب القاسمي. ركلة مرمى لأيمن مجيد دولي الفتح الرياضي، والبحث ما زال مستمرا عن التسجيل من جانب كلا الفريقين. هنا في أولى مباريات الجولة 22 من البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول. إسماعيل. كرة خرجت تماس. أسامة سوكحان. العودة للوراء. سكحان، أمين العزري. من المتوقع ومن المنتظر مشاركة حمزة الهنوري في قادم الدقائق. مهاجم الفتح الرياضي الذي يتواجد في بنك الاحتياط. إن تواصلت المقابلة بالتعادل وإن استقبل الفريق هدفا سيكون مطالبا جمال السلامي بإشراك حمزة الهنوري. جمال السلامي الذي يتحسر على ضياع الفرص وعلى ضياع المحاولات. عشاق الفتح الرياضي يواصلون التشجيع. هنا في مدرجات ملعب البشير. ركلة مرمى من الحارس سفيان برحو. مهدي الباسل يتدخل. كرة في وسط الملعب. الحكم يوسف الدريكي يعلن عن خطأ لفتح الرياضي واليمين العزري. اسقاط. كان تدخل غير قانوني من أيوب بلوشي. أيوة القاسمي. أنس باش. كرة تجاوزت الخط، خرجت تماس. صدارة البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول لحد الآن للجيش الملكي 46 نقطة. في المركز الثاني رجاء الرياضي 45. نذكر بأن الجيش الملكي لم يلعب إلا 20 مقابلة لحد الآن، تنقصه مقابلة واحدة. رجاء الرياضي يلعب 21، نفس الشيء بالنسبة للفتح الرياضي. في المركز الثالث ب 35 نقطة. أنس باش يمر. التسديد، تسديد بين يدي حارس المرمى سفيان برحو.
هنا اللقطة الماضية، هنا المرور، هنا المراوغة، بعد ذلك التصويب من أنس باش. تسديدة وجدت حارس المرمى سفيان براحو. كرة في وسط الملعب، أنس باش يمرر. أنس دائما لعناصر الفتح الرياضي. أيوب نناح، تدخل في آخر لحظة من أنس ملامي الذي تمكن من إيقاف الفرصة الماضية. هنا التمرير للعودة في وسط الملعب، إسماعيل بن قطيب. أيوب لمسن، تدخل من أيوب بلوشي. أسامة سكحان، أنس باش، العودة للمهدي الباسل. أمين لمسن، كرة تفتك، عادت لنادي الشباب المحمدية. أيمن ماجد في الوقت المناسب. الحكم يعلن عن خطأ لنادي شباب المحمدية. حالة التسلل كانت حاضرة في اللقطة الماضية. ستولى مهمة تنفيذ الكرة ثابتة، المدافع أنس ملهمي. تنفذ الكرة ثابتة من أنس ملهمي لتصل بعد ذلك لعناصر الفتح الرياضي. زوري الهاشمي يعود لي الورع. أيوب القاسمي، يمر أيوب بلوشي، تدخل في الوقت المناسب من بيلال ودغيري. نناح في وسط الملعب، كرة في الجهة اليمنى، دائما لعناصر الفتح الرياضي. مهدي الباسل، تغيير قادم على مستوى تشكيلة الشباب المحمدية. سيكون هو التغيير الأول. مشاركة منتظرة للاعب مروان فلاح. هنا أسامة سكحان، التدخل من الدفاع، إسماعيل بن خطيب. كرة في وسط الملعب لنادي شباب المحمدية. زكريا درويش، أسامة نور الدين، العودة للوراء، حمزة بهاج، يعيد الكرة لحارس المرمى سفيان برحو. أحمد الهواري، محاولة، فرصة، التسديد، تسديدة خارج الملعب، تسديدة محادية للقائم الأول لمرمى الحارس أيمن ماجد. ركلة مرمى للفتح الرياضي. سيتم إجراء تغيير الآن، من الذي سيغادر؟ دخول مروان فلاح. مغادرة أحمد الهواري. التغيير هو الأول ليقوم بإجرائه مدرب نادي الشباب المحمدية سيد نور الدين الزياتي في انتظار تنفيذ ركلة المرمى. تنفذ ركلة المرمى من أيمن ماجد.
التدخل من الدفاع. كرة خرجت. حكم يعلن عن ركلة مرمى لشباب المحمدية ولسوفيان برحو. العودة للدفاع. كرة في وسط الملعب. خرجت التماس. دائما لنادي الشباب المحمدية معاد قاري. أداء ممتاز يقدمه معاد قاري في مقابلة اليوم. الظهير الأيمن على مستوى تشكيلة نادي الشباب المحمدية أداء جيد. يقدم هذا اللاعب معاد قاري التمرير. اسماعيل بن قطيب. عرضية من معاد قاري. طريقة ذكية من اللاعب معاد قاري، لكن دفاع الفتح الرياضي كان حاضرا. كرة في وسط الملعب. أيوب نناح. التمرير من نناح. يتدخل زكريا درويش. كرة في وسط الملعب. عادت من جديد لأيوب. بلال ودغيري. أمين العزري. كرة في وسط الملعب. مهدي البسلي يعود من العزري. تمريرات بين عناصر الفتح الرياضي. ورص قليلة في الشوط الثاني من كلا الجانبين. المحاولة فرصة. إمكانية التسديد. تسديدة بعيدة كل البعد. خارج الملعب. ركلة مرمى لسوفيان برحو ولشباب المحمدية. معاد قاري. تمريرة طويلة. كان البحث عن يوسف دالوزي. الكرة وصلت سهلة لحارس المرمى. أيمن ماجد. أيوب القاسمي. مهدي الباسل. محاولة فرصة. أنس باش. تسديدة خارج الملعب. تماس. دائما لفائدة ولمصلحة نادي الشباب المحمدية. حكم يعلن عن خطأ. ركلة حرة مباشرة للفتح الرياضي. من الذي سيتولى مهمة التنفيذ؟ العزري أم نناح؟ فرصة جديدة للفتح الرياضي. نناح. العرضية من أيوب. تغطية دفاعية حاضرة. الفرصة ما زالت متواصلة. حارس المرمى سفيان. ضربة رأسية. الهدف الأول. حميد حداد يسجل الهدف الأول. تقريبا نفس سيناريو مباراة شباب السولم الرياضي. ارتباك على مستوى خط الدفاع. يستفيد منه حميد حداد ويسجل الهدف الأول لفائدة ولمصلحة الفتح الرياضي. فرحة العشاق في المدرجات. العشاق الذين تنقلوا من مدينة الرباط قادمين إلى المحمدية وبالضبط
لملعب البشير لمؤازرة الفريق ومؤازرة النادي جمال السلامي. جد سعيد بهذا الهدف الذي سجله حداد. هنا اللقطة، هنا الفرصة العرضية، وصلت الكرة في أفضل الظروف لحميد حداد. هنا كانت المتابعة، مجهود كبير بذله أيوب نناح، تقديم الكرة على طبق من ذهب لحميد حداد بخبرة السنين بقميص الرجاء الرياضي والوداد، بالإضافة لتجربة الزمالك المصري. هدف مقابل شيء لفائدة ولمصلحة الفتح الرياضي. هذا ما تحدثت عنه قبل قليل، كان دخول ومشاركة منتظرة لحمزة الهنوري. هنا خطأ، إذن يغادر حميد حداد. دخول حمزة الهنوري. تغيير جديد يقوم بإجرائه المدرب جمال السلامي. أيمن مجد يعاني من الإصابة. أيوب القاسمي يوسف التريكي يطلب تدخل الطاقم الطبي لتقديم الإسعافات الأولية لأيوب القاسمي. هنا اللقطة اللي تعرض فيها للإصابة. نتمنى له السلامة كما نتمنى السلامة لجميع اللاعبين المشاركين في هذه المباراة. كرة تصل لأيمن ماجد. التمرير من أيمن ماجد. كرة دائما لنادي الفتح الرياضي الذي سيبحث عن هدف آخر، هدف تأمين النتيجة، هدف ضمان النقاط الثلاث، بينما سيبحث نادي الشباب المحمدية عن العودة في النتيجة. هنا نناح أيوب، العرضية من أيوب نناح، التدخل من الدفاع، التمرير، كرة خرجت تمس. متابعة اللقطة الماضية. أسامة سكحان ينفذ التماس. كرة في وسط الملعب، حكم طلب مواصلة اللعب. حمزة بهاج
تماس لفائدة ولمصلحة الفتح الرياضي. الفتح الرياضي في هذا الموسم فاز بتسع مباريات لحد الآن، تعادل ثمان مرات ونهزم في أربع مناسبات. لحصيلة الفريق لحد الآن يبحث اليوم عن الفوز العاشر، بينما الشباب المحمدي يربح ست مباريات، تعادل أربع مرات ونهزم 11 مرة. عشر نقطة كفارق بين الفريقين، فريق يتواجد في المركز 12 وفريق يتواجد في المركز الثالث، وللحكم المساعد الثاني أنس غمام. تغييران اثنان، دخول النخلي وسيدخل توفيق الصفصافي. مغادرة بنقطيب على ما يبدو. دخول عزيز النخلي في هذه الأثناء ودخول توفيق الصفصافي، تغييران اثنان يقوم بإجرائهما المدرب نور الدين الزياتي. مغادرة زكريا درويش. أسامة سكحان، العرضية من سكحان، كرة في منطقة الجزاء هنا، التحضير أيوب نناح. أسامة نور الدين، ما الذي حدث لأسامة نور الدين في اللقطة الماضية؟ ضاعت الكرة بطريقة غريبة، كرة تفتك، ينجح في استرجاعها أسامة نور الدين في وسط الملعب من اللاعبين الذين شاركوا تقريبا في كل مباريات الشباب في هذا الموسم. أسامة نور الدين كرة في وسط الملعب، مهدي الباسل، تصل الكرة لسكحان. أيوب القاسمي، كرة في وسط الملعب دائما للفتح الرياضي الذي يواصل التقدم على مستوى النتيجة بهدف مقابل شيء. هنا في ملعب البشير يقترب شيئا فشيئا من العودة بالنقاط الثلاث لمدينة الرباط، بينما سيقدم لاعبو نادي الشباب المحمدي كل ما عندهم من إمكانيات لتفادي الهزيمة هنا على أرضهم، هنا في ملعبهم في مدينة المحمدية. أمين لمسن، العودة للوراء بلال ودغيري، توفيق الصفصافي يتدخل، محاولة المرور أنس باش، العودة لنناح، كرة دائما للفتح الرياضي. توفيق الصفصافي، البحث عن أيوب بالوشي، كرة من جديد، كرة في وسط الملعب، محاولة كريم القروش، تتواصل الفرص، أيوب بلوشي، البحث عن المنفذ الذي سيوصلهم لمرمى الحارس أيمن ماجد، كل الطرق مغلقة،
كل المنافذ المؤدية لمرمى الحارس أيمن ماجد موسادا. هنا توفيق، هل سيجد الحل؟ البحث عن معاد غاري، العرضية من معاد، العرضية من معاد، التدخل من الدفاع. أيوب بلوشي، كان البحث عن عزيز النخلي، المحاولة أسامة نور الدين، حاول فرصة، التدخل من أنس باش، التمرير حمزة لانوري، تصله الكرة، يسرع ينطلق، التدخل في الوقت المناسب كان من مدافع شباب المحمدية. توفيق الصفصافي، حكم يعلن عن خطأ. خطأ لفائدة ولمصلحة نادي شباب المحمدية، لكن قبل تنفيذ الكرة الثابتة الحكم يتوجه لإطمئنان على حمزة الهنوري الذي يعاني من الإصابة، ما زال ساقطا على الأرض، نتمنى له السلامة. تتوقف المقابلة في هذه الأثناء والابتسامة تظهر على محيى الحكم السيد يوسف التريكي حكم الساحة في مقابلة اليوم. هنا اللقطة، هنا الإعادة، الصورة أمامكم. كان تدخل بطريقة قانونية من اللاعب أنس ملهمي بقرار من الحكم يوسف التريكي. هنا خطأ لشباب المحمدية، حمزة بهاش هو الذي سيتولى مهمة تنفيذ الكرة الثابتة. كرة خرجت، ركلة مرمى، زكريا درويش اللي غادر قبل قليل، كان دخول توفيق الصفصافي وعزيز النخلي. هنا تغيير جديد، دخول اللاعب المتألق حمزة المودن من اللاعبين الممتازين ليس فقط في تشكيلة الفتح الرياضي بل بالبطولة الاحترافية، كان يشارك كثيرا في الموسم الماضي. في هذا الموسم عكس هذا الموسم يشارك في هذه الأثناء جمال السلامي متوسط الميدان في صفوف الفريق. كرة في الجهة اليمنى دائما للفتح الرياضي في فرصة أخرى، في فرصة جديدة، محاولة، كرة خرجت تجاوزت الخط، ركنية لفائدة ولمصلحة الفتح الرياضي. هنا اللقطة، هنا الفرصة، هنا الهدف الأول والوحيد في مباراة اليوم اللي سجله حميد أحداد. كرة دائما للفتح الرياضي، تسلل الكرة لحمزة المدن، الكرة تفتك، البحث عن المهدي البسل، كريم القروش مازال محتفظا بالكرة يحاول المرور، صعب أمامه أربعة لاعبين. أمين العزري، حمزة الهنوري، العرضية من الهنوري بعيدة كل البعد من أمين العزري، الكرة الماضية
تضيع الفرصة وتضيع المحاولة على الفتح الرياضي. العودة للوراء، كرة في وسط الملعب لنادي شباب المحمدية. تماس تنفذ رمية التماس، كرة في وسط الملعب، الحكم يعلن عن خطأ. خطأ لفائدة الشباب المحمدية والتوفيق الصفصافي. كان تدخل غير قانوني من حمزة لانوري. كرة ثابتة، ركلة حرة مباشرة لنادي الشباب المحمدية. تنفيذ دائما من المتخصص حمزة بهاج. تقدم عدد كبير من اللاعبين. ضربة رأسية خارج الملعب. كرة خرجت ركنية من اللقطة الماضية. المتابعة في الوقت المناسب من بلال الودغيري. حمزة بهاج تنفذ الركنية، ضربة رأسية. المتابعة من حارس المرمى أيمن ماجد. اللقطة هنا التدخل، حارس المرمى أيمن ماجد لحد الآن مستوى ممتاز يقدمه هذا الحارس. أداء جيد، أداء رائع. أيوب بلوشي، مروان فلاح. كرة في وسط الملعب، كريم القروش يبحث عن توفيق الصفصافي. وصلته الكرة. تمس. أسامة سكحان. كرة في وسط الملعب، الحكم يعلن عن خطأ. هنا تغيير. مغادرة يوسف دالوزي. كان تقدم أنس ملهمي. هنا اللقطة الماضية. من السلامة لأيمن ماجد، تعرض لإصابة على مستوى الوجه في اللقطة الماضية. تعليمات متواصلة من جمال السلامي، يبحث عن تدبير ما تبقى من وقت بذكاء شديد للحفاظ على الفوز، للحفاظ على الانتصار. التدخل من المهدي الباسل، توفيق الصفصافي. حمزة المدن. كرة خرجت تماس.
أيوب بلوشي يترك مهمة تنفيذ لمعاد قاري. حكمة ترفع الراية كان متسللا. عزيز النخلي المحاولة فرصة للفتح الرياضي. حكم يعلن عن خطأ. بطاقة صفراء لمروان الفلاح. عقوبة الانضباطية لمروان. توفيق الصفصافي. كرة دائما لنادي شباب المحمدية. أسامة نور الدين. محاولة معاد قاري. توفيق الصفصافي. حكم يعلن عن خطأ. بطاقة صفراء لزهير الهاشمي. خطأ ركلة حرة مباشرة. واللقطة الماضية تدخل غير قانوني من زهير الهاشمي. أو هناك لمسة يد. كرة ثابتة من المتوقع. التنفيذ سيكون من طرف حمزة بهاج المتخصص في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة والكرات الثابتة لنادي شباب المحمدية. الكل يترقب، الكل ينتظر الدور الأخضر من الحكم يوسف التريكي لتنفيذ الركلة الحرة المباشرة. هل ستأتي بالجديد؟ هل سينجح من خلالها شباب المحمدية في الوصول لمرمى أيمن ماجد في التعديل في تفادي الهزيمة هنا في ملعب البشير هنا على أرضهم هنا في ملعبهم؟ التنفيذ، الكرة تصطدم بلاعب الفتح الرياضي الذي يبدو بأنه فقد الوعي. حكم يطلب من الطاقم الطبي التدخل بسرعة. كرة اصطدمت برأس اللاعب. هنا اللقطة، هنا المحاولة اصطدمت مباشرة باللاعب. تدخل بسرعة من طرف الطاقم الطبي لتقديم الإسعافات الأولية للاعب الفتح الرياضي. مرت بسلام الفرصة الماضية على مرمى الحارس أيمن ماجد. ركنية لشباب المحمدية. الفتح الرياضي بعشرة لاعبين فقط في هذه الأثناء بعد مغادرة بلال. التدخل من أيمن ماجد. حكم يعلن عن خطأ.
خطأ لفائدة ولمصلحة حارس المرمى أيمن ماجد. هنا اللقطة تحصل على الخطأ حارس المرمى أيمن ماجد. كرة ثابتة تنفيذ سيكون من المهدي الباسل. إذن تغيير دخول مدافع آخر، مدافع بإمكانيات ممتازة صلاح مصدق يشركه في هذه الأثناء المدرب جمال السلامي لتقوية الخط الدفاعي للفتح الرياضي فيما تبقى من وقت. مغادرة زهير الهاشمي. خطأ بطاقة صفراء لحمزة المدن. مروان فلاح. عزيز النخلي. مروان فلاح. التمرير توفيق الصفصافي. تدخل من الدفاع. كرة في وسط الملعب. حمزة المودن ومن العزري يتحصل على الخطأ. أمين العزري. تمريرة طويلة فرصة ضربة رأسية حارس المرمى حمزة الهنوري. كرة في وسط الملعب تتواصل الفرص وتتواصل المحاولات ويقترب شيئا فشيئا الفتح الرياضي من الظفر بالنقاط الثلاث في أولى مباريات الجولة 22. هنا محاولة التحضير التسديد. تسديدة خارج الملعب. وفي هذه الأثناء الحكم يوسف التريكي يعلن عن نهاية الشوط الثاني واللقاء بفوز الفتح الرياضي بهدف مقابل شيء أمام نادي شباب المحمدية هنا في ملعب البشير. ثلاث نقاط ثمينة يحصل عليها الفتح الرياضي في هذه المباراة هنا في ملعب البشير. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. ألتقي بكم في المواعيد الرياضية القادمة. إلى اللقاء.